أهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم قناة عالم المعرفة، فبكم يتجدد اللقاء في مسابقة كلمة وسورة لعشاق القرآن الكريم. هيا بنا نبدأ، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق والمشاركة. السؤال الأول: في أي سورة وردت كلمة الأكمام؟ سورة الرحمن، سورة غافر، سورة فاطر، سورة الدخان. الجواب: سورة الرحمن. السؤال الثاني: في أي سورة وردت كلمة كبد؟ سورة البينة، سورة الكافرون، سورة البلد، سورة النبأ. الجواب: سورة البلد. السؤال الثالث: في أي سورة وردت كلمة مؤصدة؟ سورة البلد، سورة الكافرون، سورة الهمزة، سورة البينة. الجواب: سورة الهمزة. السؤال الرابع: في أي سورة وردت كلمة انفخوا؟ سورة النحل، سورة الكهف، سورة هود، سورة النمل. الجواب: سورة الكهف. السؤال الخامس: في أي سورة وردت كلمة طلح؟ سورة الواقعة، سورة الزمر، سورة المدثر، سورة الجن. الجواب: سورة الواقعة. السؤال السادس: في أي سورة وردت كلمة باسقات؟ سورة محمد، سورة الحديد، سورة الدخان، سورة قاف. الجواب: سورة قاف. السؤال السابع: في أي سورة وردت كلمة هزي؟ سورة المدثر، سورة الكهف، سورة مريم، سورة الأنعام. الجواب: سورة مريم. السؤال الثامن: في أي سورة وردت كلمة القناطير؟ سورة النساء، سورة آل عمران، سورة الأحقاف، سورة الأنعام.
الجواب سورة آل عمران. السؤال التاسع: في أي سورة وردت كلمة أشرقت؟ سورة الزمر، سورة الأحقاف، سورة الحجرات، سورة الشورى. الجواب سورة الزمر. السؤال العاشر: في أي سورة وردت كلمة أوهن؟ سورة العنكبوت، سورة نوح، سورة يونس، سورة التغابن. الجواب سورة العنكبوت. السؤال الحادي عشر: في أي سورة وردت كلمة اطرحوه؟ سورة يوسف، سورة هود، سورة مريم، سورة الحديد. الجواب سورة يوسف. السؤال الثاني عشر: في أي سورة وردت كلمة كصيب؟ سورة غافر، سورة النمل، سورة فاطر، سورة البقرة. الجواب سورة البقرة. السؤال الثالث عشر: في أي سورة وردت كلمة مسطور؟ سورة الطور، سورة النجم، سورة القصص، سورة التكوير. الجواب سورة الطور. السؤال الرابع عشر: في أي سورة وردت كلمة الحافرة؟ سورة المطففين، سورة الانشقاق، سورة النازعات، سورة الفجر. الجواب سورة النازعات. السؤال الخامس عشر: في أي سورة وردت كلمة تلمزو؟ سورة الصف، سورة الحشر، سورة المجادلة، سورة الحجرات. الجواب سورة الحجرات. السؤال السادس عشر: في أي سورة وردت كلمة يفرح؟ سورة الحج، سورة الصافات، سورة الروم، سورة النجم. الجواب سورة الروم. السؤال السابع عشر: في أي سورة وردت كلمة نحلة؟ سورة إبراهيم، سورة يوسف، سورة الشورى،
سورة النساء. الجواب سورة النساء. السؤال الثامن عشر، في أي سورة وردت كلمة سكارى؟ سورة الأنفال، سورة الإسراء، سورة الانشقاق، سورة الحج. الجواب سورة الحج. السؤال التاسع عشر، في أي سورة وردت كلمة حسومة؟ سورة الحاقة، سورة المزمل، سورة القيامة، سورة القلم. الجواب سورة الحاقة. السؤال العشرون، في أي سورة وردت كلمة كرتين؟ سورة الدخان، سورة الملك، سورة الواقعة، سورة القلم. الجواب سورة الملك. والآن كم عدد الإجابات الصحيحة التي حصلت عليها؟ أخبرنا بعددها في التعليقات وأشترك في القناة كي يصلك كل جديد. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم ثانية في لقاءات قريبة.